صبع على الناس كده وانت بتطلع سمكة. الجو حر، الجو هنا عندنا ما سمعنا حاجة كده وانت بتطلع السمكة دي. الصباح، انا ساعة الصبح. يعني صباح الصباح يا ليل، جو حر. بص الصبح صباح الصباح يا ليل، يا عيني على الطرب، وراحت عليك بدري يا عيني يا عيني. وناس بتصحى تجيب في سنة الناس من بلد، وناس تجيب السمك من بدري، وناس تجيب في سنة الناس من بدري. تحياتي إلى حكمدار البحر الأحمر حبيبي. حبيبي صباح الفل يا حكمدار. شب كسكمري، بص كسكمري راحت تصير جلب اهو، جلب اهو خالص. شوف الجلب شبكته كده ومخاطه من هنا، اهي مخاطه من هنا اهو. اديله خيا فوق، خايف هو وش بيه. تيجي بقى تسلي ايه؟ ايه ده؟ الطير خدها، الطير الطير سحبها، الطير سحبها. انت بتاع ماشي الماء السمك ايه؟ السمك لحقت؟ دلوقتي هصطاد بطريقة الوش. أهم حاجة في الوش الطعمية بتاعتك هيبقى فيها خية زي ما أنت شايف كده، نص الخية من ورا. وآدي السردينة الإنجليزية بتاعتك، الجلب أهو، وشكه من هنا طالع من هنا، وهوريك طريقة الشك بتاعته. وآدي الرصاصة بتاعتي، رصاصة خفيفة أهي، هات رصاصة خفيفة. وآدي الخيط بتاعي، هبتدي أحدف. هقوم عامل كده أهو أهو، حدفت بعيد. اهم حاجه اخلي الخيط يروح لوحده، الخيط يروح ايه لوحده. طبعا هم هنا كلهم شغالين تصقيط، بس انا حبيت ان انا ايه اشرح لك الوش دلوقتي، ان هو بيشتغل وش بالليل. يعني خيط اول ما يبتدي ان هو يستقر يبتدي يسحب، اسيبه يسرح يسحب لوحده، ما وقفوش في الطريق. النضاره بتاعته وقعت من الميه، ف رؤية عندي بايظة خالص، بس جبت نظارة تانية معايا، واحدة تانية عملت لها البتاعة دي عشان لو وقعت تعوم. عشان حد شاف الفيلة دي ما يستغربهاش. بس هي كده الخيط بياخد اهو، وهو بياخد احس بيه على ايديا، لان ممكن السمكة تاخد وتسف، تسف خيط وهي ايه وهي بتسحب. لو خدت وسفت بقوم عليها. انا شغال دلوقتي بجلب 10 وبخيط 60. طبعا انت ممكن تشتغل بجلب اكبر، لكن انا عشان شغال بانجليزيه صغيره بيقعد معايا محسنايه، بيقعد معايا خرمايه، وممكن برضه سمكه هيفرق تخش. يعني من شويه دخلت عليها ما شاء الله بهاره كبيره حلوه. يعني بص الخيط بيسحب اهو، بص انا اوريك السحبه بس بتاعه اهو، بسلك له براحه بيسحب. اول ما السمكه هتاخد هرجع على طول. اهم حاجه تخليه يروح ايه، يروح براحته، ما توقفوش وهو بيروح. رصاص خفيف جدا، جلب انا جايب جلب 10 اهو، الخطه بنروح جلب اهو، جلب 10. كاميرا فين؟ اهي تمام. ده الجلب 10. عمال ياخد خيط اهو، بس هو ياخد خيط براحته على الاخر. دي كل ده كود اللي لسه بياخد. احنا الغزر بتاعنا غزر الكاميرا اسمه محمد.
30 على 30 متر. لما يرمي معانا لو انت بالوش 35 40 متر بالوش. بص كل ده عمال يسحب معاك، ممكن هو بياخد كده يقوم ساحب معاك على طول، تلاقيني بقول لك صلى على النبي ونطلع سمكه. كده وقف كده الخيط وقف اهو تماما، ارفع سنة غرة، صلى على النبي صلى على النبي اهو، لكعت اهو تمام اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. منور هندسة حبيبي 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 هندسة حبيبي 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 تمام. خمسة صح تمام كده. معلش هو لك يا سمكة وانا لك، هنتفق في وقت واحد اهو. صلى على النبي شركساية عفرة اهي، وعلى الرصاصة الخفيف ادي الرصاصة اهي، وادي الشركساية. طب انا وراجع راجع محسناية عضتني 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 يا عمي عضتني. بص عورتني ازاي تحت، جيت اخدها وعضتني يعني. عجبك كده؟ ادي الشركة سايق ادي الجلابيه. يلا حصل خير. يلا تمام كده، يبقى الرصاص بتاعنا رصاص خفيف اهو، رصاص خفيف. وادي الجلب بتاعنا الجلب ستة، وادي الشركة اهو. دي اسمها طريقة الايه؟ الوش. طريقة ايه؟ الوش. سن ستة؟ هاي محسنية. طب دي هتسي سن ستة؟ هات يا عم. محسنية ايه اللي هو جابها احنا اتنين لاقيين مع بعضين؟ هات يا ابن الجلبان. ماشي. يلا.